تعتبر هذه العيادة أحد النشاطات والأحد الأقسام المهمة في تاريخ الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس. جاءت هذه الفكرة نتيجة عدم وجود مكان أو عيادة خاصة بالهلال الأحمر في منطقة حي نندس، بالخصوص في منطقة جورجي. تم الاشتراك مع الدكتور محمد حويج بالتنسيق معه، وهذه شغل وحيكون شغل الهلال الأحمر من هذه العيادة في الشهر القادم بإذن الله. دائما سعر الهلال الأحمر، أو نتحاشى في كلمة سعر الهلال الأحمر، لأن الهلال الأحمر مادي جمعية خيرية تطوعية مبني على أساس التطوع، يعني غير مدعوم من الخزانة الليبية، فيلجأ لهذه الاستثمارات لكي يستمر مسيرة الإنسانية. دائما يعني العيادات الخاصة بالهلال الأحمر تلقى سعرها جيد جدا مقارنة بالسوق الموازي، نتيجة اللي هي اهتمامها بكرامة الإنسانية قبل كل شيء.